الإمارات توجه نداء عاجل لكل المغتربين على أراضيها. كل من سيفعل هذا الأمر سيحصل على 1,000,000 درهم والجنسية الإماراتية فورا. فلنشاهد التفاصيل. أعلنت السلطات الإماراتية أن كل وافد سواء كان مقيم في الإمارات أو في أي دولة عربية من دول مجلس التعاون مرحب به للقيام بالتطوع بدمه إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا وشفي منه. وأوضحت أنه سيتم الاستفادة من دم المصاب الذي شفي والتعامل مع هذا الأمر بمهنية، فقد يكون العلاج الشافي للفيروس في دم هذا الشخص أو ذلك. وأكدت أنه سيتم الاستفادة من دمه لمكافحة الفيروس، سيحصل على 1,000,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى الجنسية الإماراتية وبشكل فوري. ويأتي هذا الإعلان الإماراتي بعد أن سجلت الإمارات يوم الثلاثاء الماضي 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 19 حالة من المرض وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية وام. وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 283 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الحالات في الدولة 2,359 حالة وفقا لوكالة أنباء الإمارات. وأشارت الصحة الإماراتية إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 12 حالة، في حين شهدت البلاد تسجيل 19 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 186 حالة. وأكدت الصحة الإماراتية أن زيادة عدد الإصابات راجع إلى تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على سكان البلاد كافة، بالإضافة إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية وفقا لصحيفة الإمارات الرسمية وام.